موضوع اليوم هنحكي عن البورصة وأهميتها لرجال الأعمال وأهمية رجال الأعمال لما كلمة كبيرة يعني رجال وسيدات الأعمال ما كلمة كبيرة يعني الناس تخاف منها يعني ممكن هذول يكون رجل أعمال أو الشخص يكون سيدة أعمال بمبالغ بسيطة جدا يعني ويبدأ يعني كل الآن الشركات الكبيرة العملاقة شايفينها دي يعني سواء في السودان أو في بقية دول العالم هي بدأت بمبالغ بسيطة جدا. فالفكرة بتاعت اليوم إنه التمويل عنصر رئيسي من عناصر نجاح أي مشروع وأي دول بيكون بفكر له في مشروع على اختلاف الناس وأنواعهم سواء كان راجل أو بنت أو شاب أو شابة أو كده وفكروا في إنه يعني يزودوا دخلهم يعني وكثيرين جدا من الناس بتفكر إنه والله الوظيفة ما هي الهدف الرئيسي وكده وبالتالي يعني لابد إنه يفكروا في المشروعات وموضوع العمل الحر هو يسموه الفريلانسينج العمل الحر الآن هو يعني بيشجع على مستوى العالم وعلى مستوى السياسي بالاهتمام على مستوى التشريعات الاقتصادية وفكرة ريادة الأعمال يعني برضو مهمة وموجودة وحتى يعني بتشجع بجوائز كبيرة جدا في الجامعات كثير جدا من الجامعات حتى في السودان أشأت لها مراكز لريادة الأعمال ففكرة ريادة الأعمال إنه يدور عنده مشروع فبيحب إنه هو يموله فالآن يعني مصادر التمويل مختلفة يعني ممكن تمشي لقريبك ممكن تمشي لصديقك والاثنين تشاركوا مع بعض وتنفذوا المشروع اللي انتوا بتفكروا فيه ممكن تمشي لمجموعة أو تعملوا شركة أو تعملوا اسم عمل مع بعض ممكن تمشي للبنك تطور المسألة وتأخذ تمويل الآن فرصة التمويل المصرفي متاحة كبير حتى لصغار الأعمال فيما يسمى بالتمويل الأصغر مايكرو فاينانس والآن يعني منذ حوالي 5 أو 7 سنوات فكرة التمويل الأصغر منتشرة في كل البنوك السودانية والآن يعني حتى البنك المركزي بيشجع وبيلزم البنوك إنه توفر جزء كبير جدا من مواردها للتمويل الأصغر الناس اللي عايزين يمشوا أكثر جدا ممكن يمشوا للبورصة والبورصة اللي هي سوق الأوراق المالية ممكن أيضا توجد فرص بتاع التمويل لمثل هذه المشروعات سواء كان مشروعات ناشئة ستارت اب أو حتى لمشروعات يعني هي في قيد التوسع أو هي نشأت لكن أصحاب المشروع بيحاولوا إن هم يتوسعوا فيها بصورة أكبر فممكن تطرح الموضوع في شكل شركة مساهمة عامة أو من خلال التمويل عن طريق صناديق الاستثمار فالبورصة أيضا هي مساعد مهم جدا زيها وزي البنوك في إتاحة وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآن يعني دي معظم نهضة دول العالم سواء كانت التجربة الآسيوية أو غيرها بتتم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات المتوسطة اللي هي بتخدم فئة كبيرة من الشباب والآن يعني عطالة الشباب من موضوعات الحرجة جدا وكيفية توظيف فرص تمويلية لهم من خلال المشروعات الكبيرة من خلال دعمهم فنيا دي برضو واحدة من الحاجات المهمة جدا وتوفير مراكز التدريب لهم وكده فلابد انه يعني هذا الجانب يلقى الاهتمام البورصة ممكن تساعد ايضا في هذا الجانب من خلال إتاحة التمويل لمشروعاتهم طبعا بعد ما واي مشروع يعني بالضرورة يدرس بصورة جيدة دراسة جدوى مستوفية كافة الشروط الفنية والمالية والاقتصادية وبعد ذلك تقدم للجهات الضمان الرئيسية لأي مشروع الناس طبعا بتتخوف دائما يعني والله عقبة الضمان هي العقبة الرئيسية قدام أي تمويل ما بالضرورة كل المشروعات توفر فيها الضمان العقاري أو الضمان المادي الملموس نجاح المشروع من دراسة جدواه ومدى قدرته على إحداث تدفقات مالية أو وجود طلب له حقيقي في السوق فده بيلقى حظه في التمويل والدراسة سواء كان من خلال الجهات اللي بتعامله في البورصة من خلال المصارف أو حتى من خلال شركات التمويل الأصغر الآن قايمة بصورة كبيرة جدا موجودة الآن في السودان فالآن يعني في فرص صراحة كبيرة تمويلية والشباب يعني ما يعتبر إنه والله يعني التمويل هو عقبة رئيسية في تحقيق أحلامه لا التمويل متاح ومتاح بصورة كبيرة جدا قد نكون محتاجين على الجانب الرسمي وجانب الدولة إنه كيف يعني يحصل نوع من التشبيك
نتوركينج يعني بين كل هذه الجهات التمويلية وما بين هذه أصحاب هذه المشروعات، بحيث إن هم يعني يكونوا دائما على تواصل دائم في هذه للفرصة التمويلية المتاحة لهم. هذا التشبيك نتوركينج مطلوب جدا جدا، وكثير جدا حتى من المنظمات المجتمع المدني ممكن أيضا تساهم في هذا الجانب.